بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء ديال اليوم كيجي في إطار سلسلة لقاءات اللي تنظمها حزب الاستقلال بكل مؤسساته من طبيعة الحال. اليوم كانت الشبيبة الاستقلالية هي اللي نظمت هذا اللقاء، لقاء مفتوح للعموم، لقاء تواصلي ديال الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس جامعة القليعة من رئيس ونائب وبقية الأعضاء، رؤساء اللجان ونوابهم وبقية الأعضاء. كانت فرصة اليوم أننا نتواصلوا مع الناس، أننا نسمعوا مرة أخرى للهموم ديالهم، نسمعوا المشاكل ديالهم، نسمعوا مختلف الملفات ومختلف التساؤلات اللي كيطرحوها. وكذلك بدورنا احنا كمسؤولين على تدبير الشأن المحلي أننا كذلك نبسطوا أمامهم واحد المجموعة ديال الملفات اللي اشتغلنا عليها، وكذلك الحصيلة ديال السنة. كتعرفوا أن سبتمبر 2021 حتى أكتوبر 2022 هذه سنة ديال التدبير ديال الشأن المحلي، هو لزاما علينا اننا نخرجوا للعلن ونتلاقاو بالمواطنين عبر اللقاءات هذو، اننا من خلال اللقاءات اننا نبرزوا مختلف الملفات من طبيعه الحال المفتوحه على مستوى الجامعه القليعه، وكذلك الحصيله ديال السنه من الاشتغال ديالنا على مستوى الجامعه. ولا ننسى مع باقي فرقاء من طبيعه الحال اللي كنسيروا كاغلبيه المجلس، منها الاتحاد الاشتراكي وحزب جبهه القوى الديمقراطيه والاصاله والمعاصره والعداله والتنميه، هادو وكذلك الاصلاح والتنميه، هادو مجموعه ديال الاحزاب اللي كندبروا معها الشان المحلي ديال القليعه وموفقين من طبيعه الحال. تحيه لهم من هذا المنبر هذا، وحنا دائما على ديسبوزيسيون ديال المواطن ديال القليعه في الاجابه على التساؤلات جميعها اللي كيطرحها على الساحه ديال القليعه. شكرا.